السلام شباب، اليوم راح نتكلم عن سر من أسرار الأصوات الموجودة في الكورك. كيف أنت ممكن تتحكم بالصوت اللي عندك وتعطيه إفكت ماشي حسب ذوقك وحسب تخريج الميكسر اللي عندك أو السماعات أو درجة الصوت بكواليتي معين وبإفكتات معين. طبعا معظم الشباب يجي بيحكي لك والله فلان عنده أصوات حلوة وكذا من هالنوع. أنت بإمكانك من برنامجك، أي برنامج عندك موجود فيه خامات، أوكي، مثلا ربابات، مثلا أكورديون، سترينجات، أصوات معينة، أنك أنت تتحكم بالصوت بالطريقة اللي بتناسبك أو بتحب أنك تعزف عليها وتشتغل عليها. الطريقة على أساس تأخذ كواليتي وإفكتات صح بصوت بدك إياه. مثلا عندنا مثلا صوت الربابة هاي، شوف انا معطيه مثلا ديلي، معطيه افكتات صدى ايكو وكذا من هالنوع، شلون انا اشتغل بهاي القصه واخذ مثلا الصوت حسب مزاجي، حسب انا ما بحبه وكيف اشتغل عليه. طريقه عندك هذا الصوت حبيت انا العب فيه واعطيه افكتات معينه وابرمجه بالطريقه اللي بدي اياها، اروح على منيو ماستر افكت. طبعا هذا الحكي جميع انواع الكورج، ماستر افكت، شوف عندك هون الماستر اف اكس 1، شوف انا عامله ديلي ليفت ورايت ديلي. شوف الخيار الثاني، الخيار الاول بعطيك نفس الشيء، شوف هاي كلها عندك خيارات تلعب فيها زي ما بدك، كل واحد بعطيك صوت معين او افكت معين على الصوت. عندك هون اللي بنسمعه بالربابات هذا الصدى اسمه LCR delay، بختاره من هون من الشاشة بطلع عندي، او ريفير او الستيريو او مود delay، بختار انا بصير اجرب الصوت اللي بدي اياه، وبعد ما اختار مثلا الافكت اللي بدي اياه ماشي بطلع فوق السهم الصغير وبعمل رايت كيبورد وبعمل عملية سيف إلو، أوكي؟ بيسيف لك إياه هنفس الصوت الموجود عندك زي ما بدك. هاي الطريقة بتشتغل فيها بجميع الأصوات. فهون إحنا اشتغلنا على الأصوات بشكل عام بإفكتات معينة. مثلا بدك كورديون، نفس الشيء، أخذت الكورديون بتفوت على منيو ماستر إفكت وبتغير عندك بالإفكتات زي ما بدك. بعد ما تخلص بتروح على السهم الصغير وتعمل له رايت أو سيف، أوكي يس، يعطيكم العافية.